بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي، معكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية، الصف الدراسي ثالث تأهيلي، الفصل الدراسي الثالث، المادة التربية الفنية. عنوان درسنا لهذا اليوم: تشكيل وعاء شكل البومة. المجال المستهدف الفني، المجال المساند، الحركة الدقيقة. الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على أساليب التشكيل بالورق. الأهداف الخاصة: أولاً أن يستخدم الطالب والطالبة المقص في قص الأجنحة والأقدام بطريقة صحيحة. ثانياً أن يلون الطالب والطالبة المجسم بألوان الأكريليك. ثالثاً أن يلصق الطالب والطالبة الأجزاء المقصوصة على السطح الأسطواني. قوانين درسنا لهذا اليوم: أولاً أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها. ثانياً أستمع إلى الدرس بتركيز. ثالثاً أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص. طيب طلابي، لدينا هنا صديقتنا هند. ماذا تقول لنا هنا هند؟ تقول: أنا هند أريد أن أخبركم يا أصدقائي بماذا أشغل وقت فراغي في الإجازة الصيفية. أولاً سوف أشغلها بالتشكيل بالورق. ما هو التشكيل بالورق؟ هو عبارة عن تشكيل وعاء لبعض الطيور مثل البومة بالورق المقوى والأكواب الورقية. إذن التشكيل بالورق عبارة عن ماذا؟ عن تشكيل وعاء لبعض الطيور مثل البومة باستخدام ماذا؟ باستخدام الأكواب الورقية والورق المقوى. مثلا لدينا هنا هذا الشكل مثل ما نشاهد. طيب طلابي، ما هي أدوات تنفيذ وعاء شكل البومة؟ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أوراق ورقية أو أوراق كرتونية، بالإضافة إلى مقص، بالإضافة إلى أكواب ورقية. إذن أدواتنا الأساسية نحتاج إلى ماذا؟ أوراق ورقية وكرتونية، بالإضافة إلى مقص، بالإضافة إلى أكواب ورقية. طيب طلابي، لدينا هنا هذا التمرين مع المعلمة لأدوات تنفيذ وعاء شكل البومة. ذكرنا نحتاج إلى ماذا؟ لدينا هنا بعض الصور، لدينا أكواب ورقية، بالإضافة إلى لدينا هنا سلك معدني، بالإضافة إلى الزرادية، بالإضافة إلى أوراق كرتونية. الآن سوف نصوب السهام هنا على الأكواب الورقية. هل نحتاج الأكواب الورقية في تنفيذ وعاء شكل البومة؟ هل نضع علامة صح أم خطأ؟ أحسنتم، نضع علامة صح. إذن أول الأدوات نحتاج إلى أكواب ورقية. طيب هل نحتاج إلى سلك معدني؟ صح أم خطأ؟ أحسنتم، نضع علامة خطأ. إذن لا نحتاج إلى السلك المعدني. طيب هل نحتاج إلى الزرادية؟ هل نضع علامة صح أم خطأ؟ أحسنتم، نضع علامة خطأ. طيب هل نحتاج إلى أوراق ورقية أو كرتونية؟ نضع علامة صح أم خطأ؟ أحسنتم، نضع علامة صح. إذن لدينا هنا من الأدوات نحتاج إلى أكواب ورقية وأوراق ورقية وكرتونية. الآن طلابي، لدينا تطبيق عملي لتشكيل وعاء شكل البومة. لدينا هنا أدواتنا، لدينا هنا أكواب ورقية، ولدينا هنا اللي هي الأوراق الورقية والكرتونية. قمنا بقص اللي هي الأقدام بالإضافة إلى الأجنحة، لدينا هنا الأجنحة بالإضافة إلى الأذنين. متبقي لدينا واحد من الأجنحة لدينا هنا، سوف نقوم بتثبيته على الورق الكرتوني، لكن في البداية سوف نقوم برسمه على هذا الجزء. بهذه الطريقة إذن هنا قمنا برسمه ونقوم بقصه. إذن لدينا هنا هذا الجزء، نقوم بقصه وتثبيت الأوراق الورقية الخفيفة على هذا الجزء.
إذا نحاول نكون على الأطراف. إذا قصصنا هذا الجزء، نضع القليل من الصمغ ونقوم بتثبيته بهذه الطريقة. طبعا لدينا هنا هذا الجزء من البومة، نستطيع الرسم بهذه الطريقة على شكل رقم 7 في جميع الأجزاء من الأمام مثل ما نشاهد هنا. الآن لدينا هنا اللي هو الجناحان، سوف نقوم برسم هذا الشكل أيضا، وهنا لدينا هذا الشكل، ولدينا هنا أيضا على الأذنان نقوم برسم هذا الشكل، وهنا أيضا. وأيضا على الأقدام والآن نقوم بتثبيته. نبدأ بتثبيت الأذنان بالصمغ اللاصق إذن هنا قمنا بتثبيت الأذن الأولى، ولدينا هنا الأذن، الثانية، إذن نترك الصمغ هكذا حتى يجف. إذن ثبتنا هذا الجزء، نتركها قليلا حتى ينشف، ولدينا هنا الأقدام، وهنا أيضا هذه القدم الثانية. ونقوم بتثبيتها حتى تجف، وهنا أيضا نقوم بتثبيتها بهذه الطريقة. نشاهد هنا شكل البومة. طبعا نضع أيضا هنا لدينا الجناحان، لدينا هنا الجناح الأول، ولدينا هنا الجناح الثاني، وهنا اكتمل لدينا شكل البومة مثل ما نشاهد. وهنا انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم. توصياتنا لأولياء الأمور طلابي وطالباتي، التركيز على رفع مستوى الدافعية بالإضافة إلى المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا. انتهى درسنا لهذا اليوم، كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري، أراكم بإذن الله في الدرس القادم، مع السلامة.